بمناسبة مرور 20 عاما على ذكرى إحيائها، أقامت مكتبة الإسكندرية احتفالا للتأكيد على دور المكتبة كمنارة للعلم في العالم أجمع لما تحتويه من مجلدات وكتب جعلتها مركزا للإشعاع الثقافي. مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي أكد أن المكتبة أصبحت مركزا للإبداع وموقعا لحفظ التراث وبيت الخبرة لكل التخصصات، حيث تضم كوكبة من العلماء والمفكرين. مكتبة الإسكندرية صرح ثقافي قام منذ 20 عاما، بعد 20 قرنا من الانقطاع من المكتبة الأولى التي أنشأها بطليموس الأول وبطليموس الثاني، وبدأت ببعض الأفكار من أساتذة في جامعة الإسكندرية، كان في مقدمتهم الأستاذ الدكتور مصطفى العبادي، وتولت الدولة إقامة هذه المكتبة وتحمست لها رئاسة الدولة في ذلك الوقت بشدة حتى أصبح هذا الصرح كما نراه الآن. الاحتفالية كانت رائعة جدا تليق بمكتبة اسكندرية. أنا من حقي كمحافظ اسكندرية أفخر أن أنا محافظ لمدينة تضم مكتبة اسكندرية اللي بيحضر فيها ويتردد عليها كل دول العالم. حفلة النهاردة دي تعظيم وإعادة إحياء تراث مكتبة الاسكندرية القديمة حتى نذكر العالم أنها منذ إنشائها وهي إحدى عجائب الدنيا السبع، يعني لا تؤخذ عابرة هكذا. أكد مدير المكتبة أن مركز زاهي حواس للمصريات الذي تضمه المكتبة نجح في إسدال الستار عن العديد من الاكتشافات الأثرية والتي كانت عاملا مؤثرا في تنشيط السياح. نورتنا كتير طبعا، اكتشفنا اكتشافات كتير جدا زي المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر، بنعمل وعي أثري، بنوعي الأطفال عن يعني إيه وعي أثري، يعني تراث، بنعمل توعية في المدارس، بنعلم الولاد الهيروغليفي، اكتشفنا في سقارة معبد جنازي للملكة النيل، اكتشفنا برديات مهمة جدا، اكتشفنا حاجات كتير بتمثل الدولة المصرية، فالآثار هي أهم ما تملكه مصر. واحنا الشعب الوحيد اللي سجل حضارته على الحجر فبقيت حتى الان. تضمنت الاحتفاليه عددا من الفقرات الموسيقيه التي جمعت بين جميع اطياف الموسيقى والتي تحكي تاريخ مصر القديم والحديث. يعني يوم مهم جدا في تاريخ مصر هو يعني احتفال باعاده احياء مكتبه يعني عالمية ومكتبة ليها تاريخ عريق، ومكتبة كانت دايما هي منبع وما زالت منبع للثقافة والعلوم والفنون والشعر واللغات والكتب. يعد الاحتفال بإحياء المكتبة تعبيرا عن دورها الرائد في حفظ التراث وتنمية الإبداع وتكسير الفجوة بين الأمم والشعوب، فبينما هي تطل على ساحة المتوسط فهي تمضي الآن نحو العمق الإفريقي والبعد العربي والفضاء الدولي. 20 عاما تمر على ذكرى إحياء واحدة من صروح الثقافة في مصر وهي مكتبة الإسكندرية، والتي أصبحت رمزا للعلوم ليس فقط في مصر ولكن في العالم أجمع. من مكتبة الإسكندرية محمد الخطيب، النيل.